طيب معانا عبر الهاتف بمناسبه الفوز الاول للاسماعيلي هذا الموسم، اخيرا الاسماعيلي 3 نقاط في الدوري هذا الموسم، واحد من نجوم الدوري المصري بشكل عام، واحد من اللاعبين الكبار على مدار المواسم الماضيه، افضل واحد يسدد كرات ثابته تقريبا في مصر، واحد من اللاعبين المميزين جدا، قدم يسرى مش طبيعيه، الكابتن الكبير كابتن عمرو الحلواني نجم النادي الاسماعيلي. يا كابتن عمرو مليون مبروك الفوز النهارده، بهنيك من كل قلبي. صحيح الاتحاد عمل ايضا مباراه كبيره، ولكن الاسماعيلي قدر يتفوق في النهايه. كريم حبيبي، وبشكرك على المقدمه الحلوه دي، وانت حبيبي واخويا ومن الناس اللي انا بحبها جدا 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 كريم والله. اتشرف جدا بتواجدك معايا يا كابتن عمرو، مليون مبروك النهارده الفوز، اكيد كان غالي جدا. والله شرف ليا الاول اللي انا مع حضرتك يا كريم حبيبي. وثانيا الحمد لله، بس قبل ما اتكلم، كلنا في ظهر منتخب مصر، الله كلنا عليك. عايزين نوصل كاس عالم، كلنا معاك في المبادره دي اللي كلنا اي حد عنده علم مصر طلعه. كلنا لما منتخب مصر يوصل كاس عالم كل مصر هتبقى فرحانه، كل مصر هتبقى في حته ثانيه، بالاخص كره القدم هتبقى في حته ثانيه، الماتيريال بتاع الدوري هيتغير، شكل الدوري هيتغير، كل حاجه هتتغير. لما نوصل مرتين على التوالي كاس عالم يا كريم هتفرق معانا جدا، حتى في شخصيه اللعيب، في شخصيه فكرنا، في شخصيه الفكر، في شخصيه التدريب، في كل حاجه. صح، لما توصل مرتين كاس عالم كل حاجه تتغير، بكل حاجه، حتى اللعيب نفسه يبقى عنده الهدف اللي وصل مره واثنين وثلاثه، اللي وصل كاس عالم وده مش هيبقى صعب. صح، هيبقى موجود. احنا وصلنا مرتين ورا بعض ان شاء الله، ونوصل الثالثه والرابعه نبقى زينا زي اي حد في العالم بيوصل ثلاث اربع خمس مرات، وتبقى والسنين الجايه واللعيبه اللي جايه تبقى عندها طموح، اللي هو ده يبقى الطبيعي ان انت توصل كاس عالم ان شاء الله. برافو عليك والله يا كابتن عمرو، بحط صدر صوتك، وان شاء الله كلنا في ظهر المنتخب، وكلنا في اي اسماء تروح، اي حد، اي 11 راجل، اي 24 راجل، كلنا في ظهره ان شاء الله، ونوصل كاس عالم باذن ان شاء الله يا كابتن عمرو. طيب النهارده الاسماعيلي رقم اثنين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي احنا النهارده كسبنا ماتش صعب جدا جدا يا كريم، صعب معنويا وصعب اصلا، ضغط عصبي غير طبيعي على اللعيبه جدا، وعلى الجهاز الفني، وعلى الجمهور نادي الاسماعيلي طبعا، تحمل كتير. 13 ماتش ما كسبناش ولا ماتش يا كريم. صح، وعندنا 5 بونت. مش ده نادي الاسماعيلي وجمهور نادي الاسماعيلي اللي يوصل اللي هي 5 بونت دي. ده نادي الاسماعيلي نادي كبير يا كريم، شابينا وابينا نادي الاسماعيلي نادي كبير، اهلي زمالك اسماعيلي معروفه من ساعه ما اتولدنا في الكوره يعني. صح، فكان من الضغط العصبي بتاع المدير الفني واللعيبه كان كبير جدا، وبنلعب قدام فريق كبير فرقه الاتحاد، وبرضه كانت بتمر برضه صعوبه الماتش يا كريم، كانت برضه بتمر بنفس الظروف بتاعتنا بس مع اختلاف اللبنات بس شويه. فبرضه كابتن حسام مدرب كبير جدا جدا، ونادي الاتحاد نادي كبير جدا، بس بقى لهم فتره برضه ما بيكسبوش، فكان ماتش صعب قوي علينا، صعب قوي علينا وفي ارضهم. فالحمد لله كان في توفيق كبير جدا، وكان اللعيبه النهارده كانت رجاله، وكابتن حمد بصراحه عمل ذاكرنا الماتش كويس قوي، بقالنا فتره بنذاكر الماتش وشفنا التكتيك بتاعهم، والحمد لله الحمد لله كان في توفيق كبير قوي معانا، وكان اللعيبه كلها رجاله، والحمد لله احنا خدنا 3 بونت. كان مهم قوي 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 ناخد 3 بونت النهارده، عشان ده كان اهم 3 بونت انا شايفهم في الدوري، هو بتوع النهارده. طيب الانسجام واضح انه بدا يحصل مع الكابتن حمد ابراهيم، بدات التركيبه تكمل شويه، حاسس ان انت من جوه بقى، من اوضه اللبس، مع التدريبات، حاسس ان الانسجام ده خلاص وصل بشكل تام مع الكابتن حمد ابراهيم، ولا لسه شويه وقت؟ لا، هو وصل مع كابتن حمد، كان ماسك الثلاث ارباع الفرق دي بنسبه 70%، كان ماسكهم السنه اللي فاتت مع كابتن ايهاب جلال، فعارفهم واحد واحد، فلا في انسجام. بس هو كان الكابتن حمد كنا بنتمرن مع براون ده، وكان عنده خطه لعب، فهو جايب خطه لعب ثانيه، فهو بقاله بالظبط 3 ماتشات، او بقاله بالظبط اكتر من يعني 16 يوم او 17 يوم. فالحمد لله ان احنا كمان كسبنا النهارده، عشان عندنا فتره راحه حوالي 25 يوم الدوري موقوف، فتبدا بقى تاخد نفسك شويه، وتبدا بقى تعيد حساباتك، وتعمل ماتشات وديه بفكره هو، وتعمل معسكر، وهناخد على بعض اكتر، واللعيبه تاخد عليه اكتر، والفكر بتاعه اكتر، وان شاء الله الماتشات الجايه بقى ان شاء الله نبدا بقى نشتغل بفكره ان شاء الله، ونكسب بقى الماتشات. وكان احنا كنا عايزين بس المفتاح يا كريم، فالحمد لله النهارده الحمد لله يعني الحمد لله المفتاح فتح الحمد لله يعني، فان شاء الله نمشي على الطريق الصحيح ونكسب. ايه الهدف اللي عجبك اكتر النهارده، الهدف الاول بتاع الشامي ولا الهدف الثاني بتاع عادل؟ والله هما الاثنين عاجبيني بصراحه، الاثنين عاجبيني الحمد لله. اهم حاجه كان اهم حاجه المكسب، اي حد كان يجيب جون والله العظيم ما كانش فارق معانا، احنا كلنا الاولاني الشامي كان حاطه حلو جدا، والثاني برضه الشامي حاول عليه، ومحمد عادل حاطه، واكتر من كده كمان يا كريم انت بص على الماتش، اللعيبه كلها اللي بره واللي جوه كلهم كان على قلب رجل واحد بجد بجد، وكله كان تعبان، وكله كان عايز يكسب، وكله كان عايز 3 بونت بصراحه، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ادانا، وده انا مبسوط جدا ان احنا الحمد لله خدنا 3 بونت، عشان خاطر الجمهور برضه كريم بقاله فتره ما بيفرحش، جمهور اسماعيلي ما بيفرحش بقاله فتره،
الحمد لله النهارده فرحناهم مع كمان اجازه، فالحمد لله الدنيا كويسه. وانا بقول لك ان شاء الله دي الستارت بتاع نادي الاسماعيلي ان شاء الله. بس انت مش عايز تقول يعني الهدف الشامل الاولاني كان احسن يعني؟ لا الاثنين حلوين بصراحه، الشامل لعيب كبير ولعيب مهم النهارده وعمل ماتش حلو جدا، واللعيبه كلها عملت ماتشات حلو جدا النهارده الحمد لله. لا الاثنين والله بالنسبه لي حلوين جدا. عشان الكابتن محمد الشامي معانا على الهدف، يا كابتن محمد مليون مبروك النهارده الهدف والاسيست، عملت شغل رائع النهارده كمان في الاداء. كابتن محمد الشامي، يا كابتن محمد مساء الفل. كابتن محمد معانا؟ طيب معانا ولا لسه؟ طيب كابتن عمرو الحلاوي لسه معايا؟ انا معايا كابتن. يا كابتن عمرو، طيب خلاص، كان قالوا لي ان الكابتن محمد شايف معانا فقلت اوقعكم بصراحه في بعض، بس انت ما بتعرفش توقع. لا 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 لا، هو محمد لعيب كويس. تفتكر طب تفتكر التليفون قطع؟ تفتكر التليفون قطع مثلا زعل منك عشان ما قلتش الجون بتاعه حلو؟ لا لا خالص، بالعكس والله، الجون الاولاني حلو جدا واجتهد فيه، والجون الثاني عامله حلو جدا، ومحمد عادل برضه عامل ماتش هايل والحمد لله. والله يا كريم انا ما يهمنيش الاجوان اكتر ما يهمني مين اللي يجيبه، مش مشكله، المهم نكسب. صح، اللعيبه كلها كانت تبقى رجاله، اي حد يجيب جون مش مشكله. صح، فاهم قصدي؟ النهارده يا كريم الفرقه هي النجم، الفرقه مش واحد او اثنين او ثلاثه، الفرقه بالمدير الفني بالناس كلها النهارده كان كله على قلب رجل واحد. صح، هو ده الفتره الجايه لازم كلنا نبقى كده. عارف من كام يوم يا كابتن عمرو كنت بتكلم على فكره انه هو الله يكون في عونكم، انتوا وراكم جماهير هي مش مستحمله خلاص. انت بالزبط. انت كل مباراه بتنزلها دلوقتي مضغوط وعليك حمل مش طبيعي، وفي نفس الوقت عايز تعمل نتيجه وتعمل مستوى عصبي غير طبيعي، عشان بس احنا مش عايزين نزعل الجمهور، احنا بقالنا 13 ماتش كريم. اصل هو حقهم يزعل. لا انا بصراحه الله يكون في عون جماهير الاسماعيلي. حقهم طبعا، نادي الاسماعيلي مش متعود على كده، اول مره تحصل له 13 اسبوع ما يكسبش ولا ماتش. صحيح، الناس كلها زعلانه، وكمان جماهير الاسماعيلي من الناس اللي هي بتحب الكوره جدا، فالحمد لله الحمد لله احنا كسبنا النهارده الحمد لله ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن عمرو الحلواني، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، ومليون مبروك الفوز الاسماعيلي النهارده، وهارد لك طبعا للنادي الاتحاد السكندري.